السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني في برنامج معا نستمر. إن شاء الله النهاردة هنأخذ برنامج معالجة النصوص أو معالج النصوص مايكروسوفت وورد 2010. طبعا أنتم كان سبق لكم دراسة البرنامج ده في الصف الرابع، جزء منه في جزء منه في الصف الخامس، وآخر جزء هتدرسوه في الصف السادس. هنكمل مهارات أو بعض المهارات المتقدمة اللي داخل برنامج معالجة النصوص. بعد نهاية الدرس بتاع النهاردة افترض هتكسب بعض المهارات والمعارف تتلخص فيه. هنعمل تذكرة ازاي ابدأ افتح برنامج الوورد بأكثر من طريقة، ازاي ابدأ استخدم التعداد النقطي والتعداد الرقمي، يعني ايه تعداد رقمي ونقطي، ازاي ابدأ ادرج جدول وابدأ انسق الجدول وابدأ اخذ مجموعة من التنسيقات الخاصة بالجدول. نبدأ مباشرة بالجزء العملي. هذا عندنا سطح المكتب. أول حاجة إزاي أفتح برنامج الوورد أو برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد من على سطح المكتب. إحنا عندنا طريقتين، ممتاز فعلا. أول طريقة من على سطح المكتب، كليك يمين، ممتاز في أي مكان فارغ، وأضغط على جديد، أحسنتم. وبعد كده برنامج مايكروسوفت وورد دوكيمنت، ممتاز. طب أنا لو مش عارف الطريقة دي عندي طريقة تاني، ممتاز، من قائمة ابدأ أبحث عن مجموعة مايكروسوفت أوفيس، وبعد كده أدخل أبحث عن مايكروسوفت وورد 2010، ممتاز، أحسنت. كده فتح معايا برنامج مايكروسوفت وورد 2010. أول شيء لازم قبل ما أبدأ أتأكد من أول حاجة أنا هكتب عربي ولا إنجليش، يبقى لازم أتأكد اللغة اللي عندي. اللغة أتأكد منها إزاي؟ مباشرة تحت جنب الساعة هنا شريط المهام، أهو عين عربي أو ENG and English، تمام. اتجاه النص عندي هو من اليمين لليسار، يعني لغة عربية، يبقى أنا هبدأ أكتب باللغة العربية. نبدأ نأخذ، لو أنا عاوز أبدأ أستخدم حاجة بيسمى بالتعداد النقطي أو التعداد الرقمي، يعني إيه أستاذ؟ يعني لو أنا عندي عنوان قائمان وفيها مجموعة من العناصر، إزاي أبدأ أرقم العناصر دي بشكل تلقائي وغير الشكل ده، سواء كان تعداد بشكل رقمي يعني 1 2 3 4 أو ألف باء تاء، أو مثلا ABC، أو تعداد نقطي من خلال الأشكال. مثلا ممكن أستخدم الأشكال في التعداد زي مثلا إيه، كيف مثلا، هو لو كتبنا كيف تقضي أو تقضي وقتك في رمضان، ده هيبقى فيها ده عنوان، وهيبقى تحته إيه مجموعة من العناصر. أبدأ أضغط إنتر عشان أبدأ أكتب أول عنصر. عندي الطريقة التقليدية، لو أنا استخدمت مثلا من الأرقام 1 مثلا كتبت كتابة، ولكن طبعا الطريقة التقليدية دي يبقاش فيها دقيقة في استخدام التعداد النقطي أو الرقمي. طب عاوز أبدأ أكتب أول عنصر، أختار بقى أنا عاوز أستخدم التعداد الرقمي ولا التعداد النقطي. أهو هنا شايفين فقرة كل حاجة ما يخص الدرس بتاع النهاردة، الجزء الخاص بتنسيق الفقرة، تمام. أهو هنا في حاجة اسمها التعداد الرقمي، ده اسمه تعداد رقمي ترقيم، ده اسمه التعداد الايه النقطي. نبدأ مثلا ناخد نطبق التعداد الرقمي، أشوف الشكل اللي أنا محتاجه، 1 2 3 مثلا، 1.2 وهكذا، ولا ABC. شوف التعداد اللي أنا يكون مناسب بالنسبة لي وأبدأ أستخدمه. هو مثلا 1، كيف تقضي وقتك في رمضان، مثلا قراءة القرآن، تمام. طب عاوز اكتب 2، مجرد ما اضغط انتر اوتوماتيك الكمبيوتر هو بيبدا يكتب لي 2، ان هو اوتوماتيك استخدم تعداد رقمي، فواحد بعدها ايه 2. المحافظه على الصلاه، تمام، ممتاز. 3 مثلا، للمحافظة على الأذكار، ممتاز 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 ممتاز، أحسنت. طيب كده عندي مثلا قائمة، لو أنا شغال مثلا وحبيت أغير شكل القائمة، بدل ما هي مثلا 1 2 3 عاوز أخليها مثلا ABC، أعمل إيه؟ مجرد أن أظلل إزاي، هو
كده انا ظللت القائمه تمام، اروح للتعداد الرقمي او النقطي تمام، واختار الشكل اللي انا عاوزه، ممكن اخليها كمان بلا ترقيم، او اختار مثلا اي بي سي، او اختار اي بي، او اختار الشكل ده. طبعا انا مش عاوز تعداد رقم، عاوز تعداد نقطي. اعمل ايه؟ اهو ممتاز، احسنت، اهو ممتاز، اهو تعداد النقطي ممكن يبقى كده او بالشكل ده، او اختار الشكل ده، او اختار الشكل ده، اختار الشكل اللي انا عاوزه في اظهار القائمه اللي هي ايه، العنوان والقائمه الفرعيه او العناصر الفرعيه اللي ايه داخل القائمه. ممتاز يا ابطال، احسنتم. طيب لو انا عاوز بقى خلاص، انا عاوز الغي خلاص القائمه، انا عاوز ابدا اكتب، اهو ضغطت انتر، عاوز اكتب صدر جديد، مجرد ما اضغط على الغاء تعداد النقطي، اول ما اضغط عليه اوتوماتيك بيبقى عمل الغاء للتعداد النقطي او الرقم اللي انا استخدمه. ممتاز يا ابطال. طيب ننتقل بقى للمهاره الثانيه اللي هي في الدرس بتاع النهارده، اللي هي ادراج جدول. اول حاجه الجدول بيتكون من ايه، ويعني ايه جدول؟ جدول يتكون من مجموعه من الصفوف ومجموعه من الاعمده. ممتاز، التقاطع بتاعها بيكون الخلايا. طيب من فين يا استاذ ادرج جدول لو انا عايز اعمل مثلا جدول للمذاكره؟ اول حاجه لازم اخطط للجدول تاعي على الورق، لازم اجيب ورقه واخطط الاول شكل الجدول هيبقى ايه. بعد ما اخطط شكل الجدول هيبقى ايه، لازم ابقى عارف ايه الصفوف او الاعمده اللي انا هبدا ادرجها، يعني انا عاوز كام صف وكام عمود. نبدا مثلا اهو، يعني مثلا جدول المذاكره، جدول مثلا لمذاكره 4 مواد مثلا في الاسبوع تمام، في اليوم، ومعانا مثلا 7 ايام بتاع الاسبوع، يبقى انا هدرج كام صف وكام عمود. يبقى انا هدرج 5 اعمده وهدرج 8 صفوف، 5 اعمده وثمان صفوف، اعمل ادراج، اختار هنا جدول. ممكن اختار ابدا ارسم جدول من هنا اهو، انا قلنا هختار ايه 8 صفوف اهو كده الصف و5 اعمده، او ان انا اضغط على ادراج جدول، كلمه ادراج جدول، وادي له عدد الاعمده زي ما احنا قلنا 5 وعدد الصفوف مثلا 8. ممتاز، وادي له ايه موافق، فده هو كده ايه يدرج لي ايه الجدول بتاعي. طيب عاوز مثلا اكبر الجدول ده قبل ما ابدا اكتب فيه، مباشره شايفين الايقونه دي، اول ما اضغط عليها واسحب لتحت اهو ابتدت ايه تكبر ايه النص اللي انا داخل او حجم الجدول عشان ابدا اكتب النص داخل الجدول. طيب شايفين كده مجرد ما ضغطت على الجدول ظهر ايه؟ ظهرت علامه تبويب اسمها تصميم، وظهر فيها مجموعه من التصميمات الخاصه بالجدول بتاعي، لان ممكن اختار منها ايه مجموعه من التصميمات الخاصه بالجدول بتاعي، سواء مثلا اختار التنسيق اللي انا شايفه مثلا مناسب لي، هو مثلا ممتاز اهو مثلا، شوف التنسيق اللي انت شايفه مناسب ليك اختاره. ممتاز تمام. طيب عاوز ابدا هنا اكتب ايه، هنا الايام، ايام الاسبوع، وهنا ايه المواد، يعني هنا مثلا المواد زي مثلا ايه اذاكر مثلا لغتي مثلا اهو مثلا اجتماعيات مثلا، علوم مثلا، رياضه ورياضيات مثلا، عايز اذاكر دول مثلا، ادي 4 مواد مثلا هبدا اذاكرهم. وادي عندنا مثلا للايام مثلا هنا السبت، الاحد تمام تمام. بعد كده مثلا حاجي اكتب باقي المواد بقى بتاعتي اللي هي مثلا ايه زي ايه باقي المواد إيه؟ لغتي واجتماعيات وعلوم ورياضة وإسلاميات تمام، لغة إنجليزية تمام، حاسب آلي تمام، و تمام مثلا ايه اخليها فقره تمام، عندي فقره ترفيهيه او باقي المواد اللي هي التي لا تطول مجموع تمام، او خليها فقره ترفيهيه، دي لغتي اجتماعيه. طيب اهو مثلا هنا مثلا نكمل مثلا الاثنين
ممتاز. الثلاثاء الأربعاء، تمام. طيب عاوز هنا بقى خلي عنوان الخلية دي زي ما شايفين هنا فيها المواد وفيها الأيام، عاوز أقسم الخلية دي أعمل إيه؟ ممتاز، شايفين الأداة بتاعت رسم حدود، اختار أداة القلم اللي هو رسم الجدول، وأجي ضغط كده أهو وأضغط كده، اتقسم معايا الإيه المربع زي ما أنتم شايفين. نكتب مثلا، أكتب المواد وبعد كده أضغط إنتر وأكتب هنا إيه الأيام. كده معناها إنه كده بشكل بسيط كده الأيام وإيه والمواد. طبعا أبدأ أغير لون الخط وأبدأ أغير شكل الخط لو أنا مش عاجبني، يعني مجرد مثلا ما أقدر أظلل أبدأ أغير نوع الخط مثلا، أبدأ أغير الحجم بتاع الخط، أبدأ أغير لون الخط، تمام. نفس الشكل بالنسبة هنا، نفس المهارة، أضغط على الجدول أوتوماتيك تظهر تصميم، أروح لرسم الجدول نفس الشكل، أضغط كده وأسحب، تمام. وبعد كده أكتب المواد، طبعا أنا بعمل مسافة مسافة عشان يبدأ يتحرك المؤشر، وبعد كده إيه الأيام، تمام يا أبطال. كده إحنا أخذنا النهاردة مهارة بسيطة، هي مهارة إزاي أنا أدرج الجدول وأعرف عدد الصفوف والأعمدة اللي أنا عاوز أدرجهم، بعد كده إزاي أختار تنسيق للجدول، إزاي أعمل بمهارة بسيطة كده إزاي أن أنا أقسم الخلية لجزئين زي ما أنت شفتوا. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ الفترة الحصة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله نكمل باقي المهارات في الجدول، إزاي أدرج خلية، إزاي أغير، إزاي أدرج خلية جديدة، إزاي أدرج صف، إزاي أدرج عمود، إزاي أحذف صف وإزاي أحذف عمود، وناخد باقي المهارات الخاصة في الجداول. شكرا جزيلا، كنت سعيد أن كنت معكم، أنتظركم إن شاء الله بإذن الله في الحصة إن شاء الله الساعة 7:30 بإذن الله يوم الأربعاء. شكرا جزيلا.